محمد أنس عيسام محمد عاطف عروسي أبو زرقان عروس 20 عام 36 عام 27 22 عام غناء ديما تنقولها بغيت نوصل الإنسان اللي فيها بزاف ديال البيبليك بزاف لي زارتيست نقدرش نختار ان سول ارتيست نقول لهم فوالا ها لو سون ديالي وها لا ميوزيك ديال الجروب وانتوما كيبقى لكم الراي فريمون حنا كدي ميوزيسيان اي حاجه كنديروها ميوزيك ولا شي حاجه ما يمكنش تهز لينا ما كان الجمهور يعني الجمهور هو اللي غيعطيك داك لا فالور ديال لا ميوزيك يعني اللي غنطلب من الجمهور هو يعطي قيمه للميوزيك ويتفرج لا دي ارتيست هاد العام مرحبا بكم الله يبارك فيك ميرسي انا فرحانه شفت عنصر نسوي معكم حتى انا فرحان حيت معنا عنصر نسوي ايوا شتي دابا ميرسي سميت المجموعه المجموعه سود باند فيها محمد عاطف وعصام فضيله محمد انتم عندكم عصام غير هذا عصام بوزرقان شنو سميت المجموعه سود باند سود مرحبا بكم معنا جيتو من العيون دونك شنو هو النوع الغنائي ديالكم دايرين واحد الميلونج ما بين كلمات حسانيه حنا تلعبوا الفيزيون دايرين ميلونج ما بين كلمات حسانيه اوني بعدا قبل ما نقول هذا اوني دي فان ديال عصام كمال اول حاجه بعدا دايرين ميلونج ما بين اغنيه حسانيه دي باغول حسانيين مع اغنيه غربيه ديال شارلي بوت اتس مارفين مع اغنيه حسانيه اسيدي مرحبا بكم وابهرونا قبل واخا تقولنا مقطع ولا جوج ديال غير هكذا شعرا حساني لقدار عليا قط شكيت لقدار عليا قط شكيت نقدر عليا قط شكيت ودموعي سارت في الوديان في الوديان لقدر عليا قط شكيت ودموعي سالت في الوديان بيا في الدنيا ما ضنيت على الأصحاب لقدر عليا قط شكيت ودموعي سالت في الوديان بيا في الدنيا ما ظنيت على اصحابي عود عديان
Merci. محمد عطيف and the street band من مدينة العيون اللي داروا مزيج ما بين التراث الحساني وأغنية ديال شارلي بوت. غادي ناخذوا رأي لجنة التحكيم، نبداو بالفنان رشيد الوالي. انا بالنسبه لي اختيار موفق سانسيرمون، وفرحت انه سمعنا الحسانيه وبشكل جديد، وانه دي جون باغي يوصلوا للعالميه انطلاقا من هذا انهم يحققوا الاحلام ديالهم. لا بريزونس ديالهم زوينه سور سان، المجهود في انهم يديروا واحد الكوستيم كيتشابه بحال واخا انت ما فهمتش جبتي هذاك الزمر وما عزبتيش بها، علاش دار بها غير لا بارتي موال؟ حيت هو تيدير لا باركيسيون ميم طون تيدير كلارينيت. والله تنسمعوا بوحدو باش نقتنع. يلا شرفتونا و جو سوي تري كونتون انكم دزتو معنا في هذا البرنامج، واننا اكتشفناكم ونتمنى تكون انطلاقه ان شاء الله ديالكم. مرحبا بكم. غادي نطلب غير من محمد عاطف انه يقدم لنا ذا ستريت باند. فوالا ستريت باند فيها عصام بوزرقان. عصام بوزرقان هو الكومبوزيتور، هو البيانيست دو جروب، يل بو جوي اوسي لا غيتار، يعني هو اللي تنعتمد له انا شخصيا، تنحل تنظر عنده. فضيله مغنيه اصلا، بنت فنان صحراوي معروف الله يرحمه الناجم، صاحب اغنيه انا وحدي في الدار ما رايتي الا هيني، معروف فنان معروف في الجنوب، هي الابنه ديالو. لي الشرف انها تكون معايا هنا سور سين، فريمون لي الشرف. محمد اوراز هو اللي كيدير لا بيركسيون معنا في الجروب، وميم طون تيدير كلارينات وتيدير ترومبيت ساكسفون، تيدير كاع لي بغاس، وميم طون تيدير لا بيركسيون ولا باتري. شكرا لك. غادي نواصلوا دائما مع الرأي ديال لجنة التحكيم، ونمشيو عند الفنانة سامية أقريو. دابا نتوما تبارك الله ماشي موهبة واحدة، فيكم أربعة المواهب، كيفاش غنفصلوكم؟ لا حقيقة مجموعة هائلة، مواهب جد جد جيدة، تبارك الله عليكم. غتكونوا محيحين في العيون نتوما؟ لا وي خصكم تحيحوا في العيون. لا احنا في العيون هكا تنديرو دي ميكس بحال هكا، تنطلعو سيغ سين بحال هكا، يعني هذا هو لو ستيل ديالنا، هكا تنلعبو. وباين باين مجربين الخشبه ياك. لا ديجا تنلعبو سيغ سين. تبارك الله عندكم حضور زوين، خصوصا انت المؤدي ديال الفرقه اللي كتأدي الاغاني، عندك حضور جميل بزاف، وعندك كاريزما، كتمتع بكاريزما زوينه وهائله، وهذا مطلوب في المغنيين طبعا، زائد الصوت الجميل. فضيله كنت نتمنك تكوني كتعملي شي ابتسامه مره، جيتيني بحال معبسه ياك، معبسه ولا مخلوعه؟ لا بالعكس. فضيلة عندها واحد الابتسامه رائعه، انا كنطلبها مره نديرها في الابتسامه. لا بغاتش الابتسامه ديال فضيلة. لاعبة ديال الفريق الوطني لكرة القدم النسائية. دابا فضيلة فيها جوج موهبات. ايوا شتي تبارك الله عليكم، انا جد سعيدة وفخورة بكم، وهذا الشيء ما هو غير لحظة كيف ما كنقولوا دوزناها مع بعضياتنا وتمتعنا بها، ولكن كنتمنى توصلوا ان شاء الله للعالمية. فريمون تبارك الله عليكم. فنان عصام كمال، تمتعنا بكم صراحة، عجبني لو ميلونج اللي درتو ما بين الأغنية الحسانية والأغنية الغربية. لو فيت أن فضيلة معكم زادتكم واحد، هي ديك الوريضة ديالكم اللي زادت
عطات واحد الريحه زوينه. قليل فاش كنشوفوا بنات كيلعبوا جيتار ولا موسيقيات في مجموعات سورتو في الفوزيون. يعني الفوزيون مجال ذكوري لحد الان في المغرب. يعني كنتمنى من قلبي انكم تستمروا وتطوروا التراث الحساني. راه بحر هو البلوز ديالنا. التراث الحساني هو البلوز ديال المغرب. كنت كنتمنى فضيلا نشوف عندك واحد لا جيتار الكتريك في بلاص الالكترو اكوستيك باش تعطي داك لو سون ديال لو سون الصحراوي ديالنا ديال الحساني. ولكن تبارك الله عليك عازفه ممتازه، كلكم كتعزفوا مزيان. عندي ملاحظه واحده اللي كنت اخويا اللي كتادي هو لا جيستيون ديال لو ميكرو في الوقيتات اللي بعض المرات كنتسناو كنبقى نقلب على صوتك. انت انا عرفتك كتخاف ان صوتك يكون مجهد اكثر من الالات، وهذه من الشيمات ديال المحترفين. ولكن بعض المرات صوتك كيغبر سورتو فاش كتطلع فاش كتغوت شي غوته زويونه كتبعد من الميكروفون اما تنسمعوش لافوا ديالك. دونك هذه القضيه ماذا بيا ترد ليها البال من بعد. مي سينو عندك حضور جميل جميل جدا، وقلت لساميه قلت لها تبارك الله فوغوس عنده حضور زوين في لاسين، كتعامل مع الجمهور كتماركي الوقفات. يعني تبارك الله عليكم. ما كرهتش في المستقبل تفكروا انكم تزيدوا واحد الاله اخرى او جوج الات اللي هي الباس والباتري باش تكون الموسيقى سوليد اكثر، والله يوفقكم تبارك الله عليكم. ميرسي. وانا ما كرهتش انهم يعاودوا يتحفونا باغنيه واحده اخرى من التراث الحساني. نعطي لها ما تخيناش في التراث الحساني. شفتي يا طعم تمر السنين عشنا معا صبر يا عيني. ده شفتي يا طعم تمر السنين عشنا معا عشنا معا عشنا معا عشنا معا.
شكرا شكرا محمد عطيف اند ذا سود باند. غادي نخليكم تلتحقوا بالكواليس معنا. كنشكركم بزاف محمد عطيف اند ذا سود باند تحت تصفيقاتكم بطبيعه الحال. Merci.